السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قد إيه كبيرة؟ أي تمام؟ طيب أهو خد الطرحة كده عليا، طبقها مرتين. ليه مرتين؟ علشان تكون الامام والخلف معايا. طبق تاني، لو لاحظتوا هتلاقوا انها مشدودة شوية بسبب الخياطة دي، لو شلنا الخياطة دي طبعا القماشة هتريح جدا. خلاص كده شلناها، هنساوي بالمقص كده على طرف الطرحة عشان زيادات كده. خلاص طيب، انا هنا مش هغلبكم في ارقام كتير ولا حاجة، تمام؟ من سن 7 سنين لغاية سن 10 سنين او 11 سنة اعملي معايا الارقام اللي انا بعملها دي، تمام؟ طيب اول حاجة اهو باخد من اول هنا الطول الكلي اللي انت عايزاه، باخد الطول الكلي اللي انت محتاجاه للبيجام، تمام؟ هنقول 51 سنتي، خليها 55 علشان لما تيجي تتني اهي، تمام كده. خلاص انا عملت الطول اللي انا محتاجاه، تمام؟ طيب باخد هنا نص عرض ظهر، وسهل جدا قلناه اكتر من مرة، اللي هو بيبقى 30 سنتي وانا باخد نصهم، بس انا هنا هحاول برضو ازود حوالي 5 سنتي عشان خاطر تكون مستريحة، وابدأ بعد ال5 سنتي اروح عاملة نص خط الظهر اللي هو 15 سنتي، تمام؟ يعني ايه؟ يعني انا باخد 5 سنتي هنا خالص ما بحسبهمش اهم، خاصة هدوم البيت الفكرة دي بتبقى حلوة فيها وبتديها واسع وشكل حلو، تمام؟ طيب هو مش باترون ولا اي حاجة، تمام؟ طيب انا باخد هنا 5 سنتي دوران الرقبة، وانزلي باي قياس 5 6 زي ما انت عايزة، انزلي هنا 1.5 سنتي، هنا انزلي 16 سنتي، و16 دي مناسبة للعمر ده، تمام اهو بس، وخدي التوسيع ده كده على اخره لغاية الاخر كده وخلاص. على فكرة البيجامة كده خلصت اهي. طيب هنا لو انا عايزة اعمل دوران، عايزة اعمل دوران، فانا بمشي كده، شايفين بعمل ايه؟ بطلع الدوران بتاعي، وهنا كده بقص طيب كده خلاص القطعة اللي فوق البيجامة او البلوزة او اي مكان عايزة تحسبيها اهي، شايفين واسعة ازاي وشكلها جميل. هنعمل كورنيش على قد الدوران كله، بس قبل ما اعمل كورنيش هنعمل نص كم ليها، هنعمل نص كم ليها، ولازم ناخد القياس ده علشان الناس اللي بيطلع معاها كم مش مظبوط لازم تاخدي القياس ده كده بالشكل ده كده اهو، 23، شايفين قد ايه 23؟ طيب هنعمل كم دلوقتي، طيب شايفين كده باقي الطرح اهو، بطبقه تاني عشان اعمل الاتنين مع بعض اهو. طبعا هنا هناخد على الناحية المقفولة 23 سنتي بتوع الابط اهو، وهوريكم برضو اثناء الخياطة لو حسيتي ان في مشكلة في الطول او في العرض، تمام؟ طيب انا هنا هعملها 20 سنتي عشان نص كم بس اهو، تمام؟ طيب هنا قلنا 7 سنتي العمق بتاع الكم، وبطلع كده على مفيش، وهنا بنزل بالشكل ده كده علشان ممكن اركب استك او اي حاجة
عشان احنا في الصيف. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، وطلعت كمان الكورنيش اللي انا هعملها على الدوران، وهعمل كمان سجاف للرقبة، بس انا عايزة اعمله باللون ابيض، اكسر الالوان دي شوية، وكمان هنعمل لها اضافات، وان شاء الله تتابعوني تعملوا لايك ما تنسوش. اخدت الاكتاف بس مع بعض زي ما بنعمل كل مرة. هنشوف دلوقتي تركيب الكم او النص كم. هوريكم دلوقتي لو في زيادة او في اقل ازاي نعالج الموضوع ده، السؤال اللي دايما بيجي. خدت علامة هنا علشان خاطر احدد مكان الكم. تمام. انا بعمل بالدبوس، اهو. طيب، وباخد كده من اول الحرف بالشكل ده. تمام، جت مظبوطه. طيب لو هي كبيره كبيره ممكن نكشكش في الجزء ده ونخليها على قدها. تمام. طيب جت صغيره، جت صغيره يبقى انا باخد من الابتين. تمام. طيب بس لو عملت الطريقه دي اللي انا بقول عليها في دايما في كل الفيديوهات، الكم هيجي مظبوط زي ما انتم شايفين. بنقفل الكم كده للاخر. نفس الحكاية الناحية التانية. خياطة شيء سلس وجميل، بتعرفي بس الخطوات او الخطوط الرئيسية، وبعدها بتعملي اي موديل بتشوفيه في اي حتة. تمام. طيب اهي هنعمل الكورنيش. دي الكشكشة اللي احنا قلنا عليها بالدبوس، هتلاقوا الفيديو بتاعها اهو زي ما انتوا شايفين كده، هتلاقوا الفيديو بتاعها موجود في قناتين، خياطة وتدبير وعادة تدبير، والخياطة اسهل مع ام عبد الرحمن. بكشكش كده للاخر، الشريط كله خلص كشكشة زي ما انتوا شايفين كده في اقل من دقيقة، وباخده بقى من اول هنا. لو عايزه تقصري الامام عن الخلف مفيش اي مشكله. طيب لو انا عايزه اقصر الامام عن الخلف ببساطه باخد الامام اهو، اي واحده فيهم بقى بالشكل ده كده، وبطلع بيها التقصير اللي انا عايزاه اهو. بروح نازله على الخلف، بسويه كويس اهو، بنزل كده على نفس الطول اللي هو موجود. تمام. بالشكل ده بكون قصرت الامام عن الخلف زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. تمام. طيب تركيب الكورنيش اهو على الوش. اهو ما تقلقيش من الطرح الجل دي، ما بتحتاجش اوفر، مش بتنسل، مش لازم تتنيها خالص اهو. هنشطب بس الرقبة لانه يعني هنخليها لون واحد افضل. طبعا لو عايزاها تعمليها كات مفيش اي مشكلة، ما تنسيش الخمسة سنتي
اللي في النص اللي احنا قلنا عليهم، نعمل لهم كده علامة عشان نكشكشهم. اجي كده عند النص وكشكش الخمسة سنتي بتوعي اهو. البلوزة اهي زي ما انتوا شايفين، اول بيجامة اول بلوزة زي ما انتوا تحبوا، انا مش شايفة في فرق خالص من هي تكون بلوزة او بيجامة، ما فيش اي فرق خالص، هي شكلها زي ما انتوا شايفين في منتهى الشياكة، تناسب من اول 6 سنين لغايه 11 و12 سنه كمان بنفس القياسات والارقام اللي انا قلت لكم عليها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، بس متنسوش تعملوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.